وارجع مره تانيه المادونا. شايفه ده دي مشاهد من مسلسل يحيى وكنوز او يحيى والكنز، صح؟ يحيى وكنوز. انا لاني مش طفل يعني مش بتفرج عليه، فلكن انا بشوف عتبات البهجه، وعتبات البهجه ايضا مترجم بلغه الاشاره. ايه رايك في المبادره دي يا مادونا؟ فكره عظيمه، لان يعني ثم معظم الثوم بيحب المتلتلات جدا، من الثوم يبقى فيه مترجم عشان يفهمه. يعني كل السنين اللي فات عمالين يقولوا انا نفسي حد يترجم مسلسل، انا نفسي حد، يعني في معظم ضعف السمع في برضه منهم اثنين ثلاثة او مترجم بيقعدوا جنب التلفزيون ويترجم لهم، يعني مش كل الناس فاضيين يترجم لهم، فدي فكرة حلوة قوي ان هم عملوا المترجم للمسلسل، فانا اتمنى يعملوا كل المسلسلات وكل البرامج وكل الافلام، بتمنى. طبعا انت طالبة مجتهدة في المعهد العالي للفنون المسرحية، دخلتي من 6 سنين بس لسه في سنة تانية. انا اسف لو ده سر انا بكشفه، لا لا لا، بس انا عايز اعرف السبب بقى، لانه السبب هنا مهم. عشان ما فيش مترجم في الاكاديميه، وانا ما بفهمش كل الدكاتره وهم بيشرحوا، لان هم بيشرحوا باللغه العربي فصحى، فانا مش بفهم لكل الدكاتره. في دكتور علاء قوقة طبعا بشكره الصديق جداً. الجميل العظيم هو طبعا بيشرح لي وبيفهمني وانا بفهم منه، ودكتورة تامر محسن قدير. بجد انا بحبها قوي، وكل الدكاتره مش كل الدكاتره بفهمهم في فبرضه بتمنى يجيبوا مترجم في اكاديميه عشان اقدر اكمل وانجح. هل في زملاء اخرين من الصم وضعاف السمع في الاكاديميه؟ لا ما فيش غيري. انت بس؟ طيب ما المانع انه تتبنى الاكاديميه موهبه مادونا وتخصص لها مترجم اشاره؟ ايه المانع؟ ايه المانع؟ يعني مادونا فعلا موهبه كبيره، واشادت بيها حتى مؤسسات اعلاميه دوليه بموهبتك، انا عارف ده. فايه تاني بتتمنيه يا مادونا؟ يعني شايفه ايه ناقص الصم وضعاف السمع علشان تكتمل الخدمات اللي هم بيتمنوها؟ يمثلوا كل الافلام، مش ياخدوا حد يمثل دور ضعف السمع، لا ياخدوا حد من ثم ضعف السمع. اللي بيعمل دور حركي ياخدوا من حد اللي بيمثل، يعني حد من حركي، الكفيف ياخدوا حد من كفيف، يعني كل الافلام والمسلسلات يجيبوا حد من 5%، فبتمنى يعملوا حاجه زي كده، فدي هتبقى حاجه حلوه قوي. انت دربتي بعض الفنانين الكبار على لغه الاشاره في اعمالهم؟ مش كده؟ مين؟ تامر حسني. تامر حسني ودنيا سمير غانم. دنيا سمير بحبها قوي. وأمينة خليل. وأمينة خليل طبعا قامت بالدور ده. مش فاكره بقى مين تاني. عملتي ايه تاني على المسرح؟ فرجالي. طبعا. وعملتي ايه تاني على المسرح غير العطر؟ مسرحية ست الدنيا، أحلام شتوية، العاشق المسموع، الجريمة، مسرحيات كتير كده. طب قولي لي ايه السر في ان انت اخترتي اسم مادونا علشان الناس تعرفك بيه؟ هي ماما بتحب اسمي مادونا، فتمتني من وانا بيبي بتحب اسمي مادونا. طيب على ذكر ماما بقى، واحنا امبارح كنا بنحتفل بعيد الام، تقولي لمامتك ايه؟ احب اقول لها شكرا يا مامي على كل حاجه، على اهتمامك بيا، على ان هي خلتني ابقى ممثله، على ان هي خلتني ان انا اقدر اتكلم، لو ما كانتش موجوده ما كنتش اوصل لكده، ما كنتش اتكلم، ما كنتش اسمع، فحقيقي بجد بشكر لماما ودادي واخواتي وكل الناس اللي اهتموا بيا.